السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه. النهارده ان شاء الله يا شباب هنبدا مجموعه مراجعات للغه الانجليزيه، هنبداها بحل الامتحان التجريبي. معلومات صغيره كده عن الامتحان. الامتحان في مجمله ما كانش صعب، الامتحان كان سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشكله. ايه اللي جه في الامتحان؟ الريدر ما جاتش في الامتحان، الستوري ما جاتش في الامتحان. معنى كده ان هي مش هتيجي في نهايه السنه في الفاينل، مش بالضروره، لان الوزير قال ان الستوري هتيجي في الامتحان. هتيجي ازاي برضو مش عارفين، اكيد هتيجي في multiply choice، اختيار من متعدد، واعتقد ده هيبقى اسهل بكتير من الامتحانات التقليدية. تمام، بالنسبة للرايتنج انا مش هاخد ورقة وقلم واكتب اساي، مش هكتب مقالة زي ما كنت بعمل في الامتحانات القديمة برضو هنا. طيب هل في رايتنج جه في الامتحان؟ في رايتنج جه. طب جه ازاي؟ طريقة الرايتنج هو قاس بيها مدى فهمك للاساي، يعني تكوينها، اجزاء الاساي بتبدأ بايه، في النص ايه، بتنتهي بايه. الايميل، مدى فهمك للايميل، هو بس اس ده مدى فهمك لتركيب الاساي، المقالة، وتركيب الايميل. هو ده اللي عمله في جزئية الرايتنج. خلينا مع بعض ان شاء الله نبدأ كده على طول حل الامتحان اللي معانا، الامتحان التجريبي. هنبدأ بـ number one. number one بيقول لي is something that people do as it is traditional، حاجة الناس بتعملها علشان هي traditional يعني تقليدية. كلمة traditional هتساوي ايه من الكلمات اللي عندي في الاختيارات؟ ايه عندي؟ costume، عندي costume يعني زي، custom اللي هي العادات، ودي عادات مجتمعية، غير ما اقول habit يعني عادة شخصية. consumer اللي هو المستهلك، و consuming اللي هو الاستهلاك. طبعا الاجابة الصحيحة هنا هتبقى custom. الجملة التانية بتقول لي I can't believe what you have said or what you've said، انا مش قادر اصدق ايه اللي انت بتقوله. are you serious؟ هنا معناها serious ممكن تكون بمعنيين، يا اما معناها جاد او معناها خطير. are you serious؟ the antonym of the word serious is. الانتونيم يا شباب معناها الاوبوزيت يعني عكس الكلمة، عكس كلمة serious قدامي. هل هي joking؟ هل dangerous يعني خطر، safe، ولا delighted؟ delighted معناها happy، عكس serious جاد. طبعا الإجابة number أو letter A اللي هي joking يعني بيمزح. number 3 when my father asked me about the exam، لما بابايا سألني عن الامتحان، I told him that I didn't، أنا قلت له إن أنا I didn't A well. طبعا اللي هيجي مع well هي do well، معناها يؤدي بشكل جيد، وعكسها do badly. do badly طبعا في حاجة في الإنجليش اسمها collocations اللي هي حاجات اكتر من كلمة بيجوا مع بعض، زي take مثلا ممكن take a break او take a nap، make هتبقى مثلا make a mistake يعني يرتكب خطأ، عندي do a job ممكن، و do well يؤدي بشكل جيد، و give ممكن give instruction او give a speech. الحاجات دي لازم تحفظ كويس جدا يا شباب، اللي بيجي مع take، مع make، مع do، مع give. number 4 seeing the accident I called the ambulance، هنا معناها بمجرد انا ما شفت الحادثة انا اتصلت على الاسعاف. طبعا الاجابه الصحيحه هنا هقول on. الجمله دي بتساوي when I saw the accident I called the ambulance. انا هنا مش هقدر اختار before لان before بيجي بعديها فعلين، فعل حصل التاني وبعدين فعل حصل الاول، يعني اقصد اللي بيجي بعديها اللي هو الباست سمبل اللي حصل التاني وبعدين الباست بيرفكت اللي حصل الاول. فبطبيعه الحال مش هينفع اقول before seeing، قبل ما اشوف الحادثه اتصلت على الامبيولانس، مش منطقي. فالجمله دي بتساوي when I saw the accident I called the ambulance، أول أنا ما شفت الأكسيدنت أنا اتصلت على الأمبيولانس. number 4 his first novel established him، الرواية الأولى يعني ثبتته ك him as one of the most promising، promising يعني واعد، promising writers يعني من الكتاب الواعدين. the synonym، synonym معناه هنا المرادف يا شباب، synonym والantonym، الantonym معناها العكس والsynonym اللي هو المرادف. مرادف كلمة established هنا معناها distressed ولا produced ولا discredited ولا proved. الإجابة الصحيحة هي proved. الجملة number 6 يا شباب بتقول لي she is a of Cairo University، she has specialized in physics، هي تخصصت في الفيزياء. فأنا هنا مش هقدر أقول she is graduated، لو عايز أقول هي اتخرجت من جامعة كذا هقول she graduated in Cairo University، اتخرجت من جامعة القاهرة. انما هنا الصح ان انا اقول she is a graduate، a graduate يعني خريجة جامعة القاهرة، لان في الجملة التانية دي
present perfect معنى كده ان حاجة تمت. she has specialized، هي اتخصصت في الفيزيكس. هروح مع بعض الشباب لي number 7، بيقول my parents usually inspire me. inspire هنا معناها encourage me to، بتشجعني to take in serious discussions، في المناقشات الجادة about my future، عن مستقبلي. طبعا هنا الصح ان انا اقول take part in، والverb ده على بعضه معناه يشارك بيساوي participate in. take part in بيساوي participate in، وtake place معناها happen، يحدث، وtake turn معناها ياخد دوره في حاجة. تمام. 8 I saw Aiton last week، انا شفت Aiton last week. طيب I ate her since 2019، يبقى انا هنا هختار hadn't seen. ليه اخدت هنا ماضي تام؟ لو الجملة الاولانية مش موجودة هختار مضارع تام، لان انا عندي سنس كلمة بتدل على المضارع التام. انما هنا عندي فعلين حصلوا في الماضي، الفعل الاول اللي هو I saw Aiton، ده في الزمن ترتيبه هو التاني. انما الفعل يعني انا لما شفتها من اسبوع، كنت قبلها ما شفتهاش من سنة 2019، يبقى انا شفت ما شفتهاش من اسبوع، وكنت قبل كده ما شفتهاش من 2019. يبقى هنا في فعلين، في فعل اقدم اللي هو الباست بيرفكت، والحدث الثاني هو الباست سمبل. الجمله نمبر 9 يا شباب، منى جوت بورد، منى حست بالملل، وبمجرد ما لقيت نفسها الون، فايندينج هير سيلف الون، يبقى انا الصح ان انا اقول فايندينج هير سيلف الون، شي ديسايدد تو ريد ا ساينس فيكشن ستوري. تمام كده. طبعا فاوند مش هتنفع، انا ما عنديش جمله، ما عنديش فاعل، فمش هقدر اخد فاوند. نفس الكلام فايند، تو فايند برضو مش هتنفع. ممكن ابدا جمله بالفيرب اي ان جي، مفيش مشكله. ذا اونلي واي، ممكن ذا اونلي واي ممكن يجي بعدها تو والمصدر، بس انا ما عنديش مصدر، فالجمله هنا الصح ان انا اقول ذا اونلي واي اوف دوينج ذس، افضل طريقة نعمل كده is to have a permission، ان انا يبقى عندي permission يعني اذن. عندي 11 when you conclude، هنا ده سؤال الرايتنج بقى يا شباب. when you conclude writing your essay، وانت بتعمل conclusion، وانت بتعمل خاتمة للرايتنج essay بتاعتك، you should ايه يا شباب، you should هل summarize its content، هل بتلخص المحتوى بتاعك، ولا be develop the main idea، بتبدأ تطور المين ايديا بتاعتك، الفكرة الرئيسية، ولا make the end open، ولا بتخلي النهاية مفتوحة، ولا put a full stop، بتحط full stop. ماشي، ما put full stop، انا بحط full stop في نهاية كل جملة، بس الصح ان انا اقول ان انا بعمل summary او summarize its content. هروح لي number 12، which of the following is punctuated correctly، انهي جملة من اللي عندي دول الترقيم بتاعهم بشكل صحيح. هل هقول ايمن said، ايمن قال، were، طالما قلت said يا شباب يبقى الجملة اللي بعد كده هتبقى direct speech. direct speech لازم يتحط ما بين two inverted commas او speech marks اللي هي علامات التنصيص، فهقول هنا ايمن said، وهيقول كلام مفيش علامات تنصيص، يبقى مش هاخد دي. B أيمن said، في علامات تنصيص أو في، هتبدأ هنا where did you spend your holiday والquestion mark وما قفلش، يبقى الجملة دي غلط. C أيمن said، مفيش علامات تنصيص، يبقى خلاص ما كملش. أيمن said في علامات تنصيص هنا اهيت inverted commas، where did you spend your holiday يا علي، وقفل لي، يبقى كده الجملة دي سليمة، يبقى الجملة السليمة هي letter D. اوكي كده شباب، تمام. خلينا نكمل يا شباب. هقول 13 in a formal email you will conclude it with، معنى الكلام ده في الفورمال، فورمال معناها رسمي، الايميل الرسمي انت بتعمل conclusion، او conclude هنا معناها end، انت بتقفل الايميل بتاعك بايه، هل هتقفله ب by، ولا yours sincerely، ولا see you later، ولا see you soon. طبعا باي وي سي يو ليتر وي سي يو سون لو الايميل انفورمال يعني غير رسمي، انما هنا الايميل رسمي، يبقى انا لازم اقفل ب yours sincerely. 14 when you write an essay، لما بنكتب مقاله او or paragraph او paragraph، you start with a sentence، انت بتبدا ب closing، introduction، closing يعني خاتمة بتقفل بيها، ولا introduction، ولا conclusion،
introduction مقدمة ولا conclusion خاتمة، ending نفس الفكرة، فطبعا هنا هاخد B. 15. Which of the following is correctly structured؟ أي من الآتي صحيح من ناحية الجرامر structured؟ فأنا هقول هنا A. One's parents know what best for one، ولا one's parents know what best for him. طبعا هنا مش هينفع استخدم الضمير him، ولا one's parents know what's best for one. دي الإجابة الصحيحة C. One's parents know what is best for him. 16. How there are more than 100 million homeless. كلمة homeless معناها بلا مأوى. كلمة المقطع less ده suffix بيجي في نهاية الكلمة عشان يعمل العكس. لما أقول use يستخدم، useless عديم الاستخدام أو ملوش استخدام يعني. useful يعني مفيد، useless يعني عديم الفائدة. لما أقول value يعني قيمة، valueless يعني شيء لا يقدر بثمن. ال homeless people in the world today it still exists in both poor and rich countries. في لا يزال ال homeless موجودين، اللي هم الناس اللي بلا مأوى، موجودين في ال rich وال poor countries، في الدول الفقيرة والدول الغنية. This could be a part of an article of article about the problem of. دي ممكن تكون بداية مقالة بتتكلم عن مشكلة هل population اللي هو تعداد السكان، ولا ال pollution التلوث، ولا ال unemployment اللي هي البطالة. كلمة employ معناها يوظف، والمنت دي بتعمل لي الناون employment اللي هو التوظيف، وال unemployment اللي هي البطالة، والterrorism اللي هو الإرهاب. وطبعا هاخد C اللي هي unemployment. طيب يا شباب، سؤال الترانسليشن هنا طبعا ما جاش written، مش هيديني translation وانا ترجمها كتابة. هو هنا السؤال multiply choice، فهو جايب لي الترجمة بالعربي بيقول لي انهي واحدة صح من دول في الانجليش. الترجمة بتقول يجب ان نرشد استهلاكنا من المياه والا سوف نواجه مشكلات خطيرة في المستقبل. طبعا هنا يجب، يبقى انا هستخدم حاجة من اتنين، يا اما must يا اما should. مبدئيا يبقى انا have to، الاتنين دول هستبعدهم. هل هقول we must rationalize our consumption اللي هو الاستهلاك of water، الجملة الاولى صح ما فيهاش مشكلة، or we will face serious problems والا سنواجه مشكلات خطيرة in the near future في المستقبل القريب. طبعا الجملة دي هي الصحيحة A. هروح ل C. We should rationalize our consumption of water or we will face series. Series معناها سلسلة من المشاكل. Series problems، طبعا ما ينفعش series problems in the near future. طيب هروح ل 18 ودي translation، مديني English وعايز أعرف العربي الصحيح بتاعها. A goal is something you want to achieve، يعني الهدف ده شيء أنت عايز تحققه. First you must decide what your goal is، في البداية لازم تقرر ايه هو هدفك. طيب الهدف، طب هختار ايه كده، هشوف ايه الهدف. شيء ما تريد تحقيقه، اولا يجب عليك ان تقرر ما هو هدفك. It's okay دي هتمشي صحيحة. الهدف شيء ما نريد احرازه. احراز الهدف معناه سكور جول، ده الكلام ده لو انت بتلعب ماتش كورة. اولا قرر ما هو الهدف الذي تريد احرازه، دي مش هتنفع. C. الهدف الذي تحرزه هو شيء ما، برضو مش هتنفع. D. الهدف ضمن أشياء تريد تحقيقها، لا هو مش ضمن أشياء، هو شيء تريد تحقيقه. أولا قرر أين يكون هدفك. الناحية التانية طبعا بيقول لي you must decide what your goal is، ما هو هدفك مش أين يكون هدفك. يبقى الإجابة الصحيحة هي A. الهدف شيء ما تريد تحقيقه، أولا يجب أن تقرر ما هو هدفك. دلوقتي معدنا مع reading comprehension. Read the following passage then choose the correct answer from A, B, C or D. نرى مع بعض. It's commonly believed، commonly يعني بشكل شائع، it is believed يعني من الأشياء المصدق بها، that only rich middle-aged businessmen suffer from stress. Rich middle-aged businessmen اللي هما رجال الأعمال المتوسطي العمر
الاغنياء بيعانوا من الستريس اللي هو الضغط. الضغط مش البلاد بريشر، مش ضغط الدم، لا، ضغوطات الحياة يقصد. In one may become ill، ممكن اي حد يبقى مريض as a result، كنتيجة للستريس للضغط. If they experience a lot of worry، لو مروا بتجارب كتير مقلقة عملت لهم قلق. يعني stress can be a friend or an enemy، يعني ضغوطات الحياة ممكن تكون صديق أو عدو على حسب ما هتتعامل معها. It can warn you that you are under too much pressure and should change your way of life. الضغوطات دي ممكن تحذرك انك او تديك هنت كده انك تحت ضغط ولازم تغير اسلوب حياتك. على الجانب الاخر، it can kill you، ممكن تقتلك. if you don't notice، لو ما اخدتش بالك، لو ما لاحظتش. the warning signals، اللي هي الاشارات التحذيرية. when we are very frightened and worried، لما بنكون قلقانين وخايفين، our bodies produce certain chemicals، بيفرز certain chemicals، يعني مواد كيماوية معينة، to help us fight what troubling us، علشان يساعدنا نحارب what troubling us، ايه الحاجة اللي بتسبب لنا مشكلة. this produce، ده بينتج the energy، الطاقة needed to run away fast from an object of fear. this produce، يعني ده بينتج الطاقة اللازمة علشان تهرب من بسرعة من ال object of fear، مصدر الخوف. if you don't use up these chemicals، لو ما استخدمناش ال chemicals دي اللي في جسمنا، او produce too many of them، او استخدمنا كتير منها، اللي هيحصل they may harm us، الكلام ده هيبقى ضار جدا بالنسبة لنا، الستومك، الهارت، المعدة، القلب، السكن، الهيد، البشرة، الرأس and back، الظهر، are badly affected، بيتم التأثير عليهم بشكل سيء جدا عن طريق الايه، الستريس اللي هو الضغط. for example any student، على سبيل المثال اي طالب، in a final year، زينا كده في السنة النهائية، can be under two stresses، تحت نوعين من الضغط. الضغط النوع الاول، he can be under great pressure preparing for his exam، ممكن يكون تحت ضغط كبير جدا وهو بيجهز الامتحان بتاعه، and a dispute with his father، او في صراع مع الوالد، او في مشاكل مع الوالد. he may wake up after sleeping badly discovering that his body was covered by red lumps، يعني ممكن يصحى بعد sleeping badly discovering، بعد ما نام بشكل سيء، نوم كافي، نوم فيه توتر، discovering that his body was discovered by red lumps، يعني تورمات لونها احمر، يعني جسمه متورم. stress can also cause car accidents، يعني الضغط ممكن كمان يسبب car accidents، يعني حوادث سيارات. heart attacks، يعني ازمات قلبية. alcoholism، يعني ادمان للكحول. and even suicide، وكمان انتحار. بعد كده هروح اقول our living and working conditions، يعني ظروف المعيشة وظروف العمل بتاعتنا، may put us under stress، يعني ممكن تحطنا تحت ضغط. overcrowding in large cities، طبعا overcrowding يعني الازدحام في large cities، في مدن كبيرة، traffic jams، الازدحامات مرورية، competitions for jobs، وتنافس على الجوبس، الوظائف. uncertainty about the future may be stressful، عدم التأكد بخصوص المستقبل ربما يكون ضاغط، يعني التفكير في المستقبل وعدم التأكد من المستقبل ربما يمثل ضغط على الإنسان. if you have changed jobs or moved house in recent months، لو انت غيرت شغلك او غيرت مكان سكنك في الشهور الأخيرة، you are likely to fall ill، ربما هتشعر بالمرض. What can we do about stress؟ طب احنا هنعمل ايه بخصوص الستريس؟ As with all illnesses، يعني الستريس زيه زي بقية الأمراض، prevention is better than cure، يعني الوقاية خير من العلاج. When you are taking work home، لما بتاخد شغلك معاك للبيت، you can enjoy yourself، so تقدر تستمتع بنفسك. معنى كلام ان انت حاول ما تاخدش الشغل معاك البيت. so you have to tell yourself، لازم تقول لنفسك that it's time to stop، يعني حان وقت ان انا stop، اتوقف عن
and join a relation class. Relation class يعني فصل جديد من العلاقات، يعني العلاقات الأسرية. لما تخلص شغلك وتروح البيت، افصل ما بين الشغل وما بين البيت. ده معنى الكلام. To avoid stress، علشان تتجنب من الضغوطات. One should have، الإنسان أو الواحد لازم have balanced life، يعني حياة متزنة. السؤال 19 بيقول this passage mainly deals with، القطعة دي بشكل أساسي بتتناول هل committing suicide and the car accidents، هل الانتحار والcar accidents حوادث العربيات. الإجابة طبعا غلط. number أو letter B joining a relaxation club، الالتحاق ب relaxation club يعني نادي لي للاسترخاء. طبعا برضو الإجابة غلط. C stress as a psychological problem، stress as a psychological problem يعني الضغوطات كمشكلة سيكولوجية يعني نفسية. طبعا هي دي الإجابة السليمة. letter C. letter D be only job competition، المنافسة على الشغل and their effects، effects اللي هي تأثيراتها. طبعا القطعة مش بتتناول الجزئية دي بشكل أساسي. يعني السؤال 20 بيقول the sentence that can best summarize the third paragraph is، الجملة اللي هتلخص لي ثالث paragraph هي A pressures we are exposed to before exams، يعني الضغوط اللي احنا متعرض ليها قبل الامتحانات. طبعا الإجابة هنا هتبقى خطأ. B stress can destroy our life، مش دي النقطة اللي بتناقشها أو اللي هتلخص الباراجراف الثالث. C we are always frightened، احنا دايما خايفين. الإجابة غلط. الإجابة الصحيحة هي letter D بيقول some causes of stress and ways to overcome them، وهي دي الإجابة الصحيحة. بعض أسباب الستريس الضغط وطرق التغلب عليه. 21 بتقول when scared، لما نبقى خايفين. our bodies get out يعني بيخرج ايه، هل بيخرج letter A illnesses أمراض caused by fear، أمراض كان سببها الفير الخوف، ولا B the stress we suffer from، الستريسز الضغوطات اللي احنا بنعاني منها. طبعا الإجابة غلط. C intentions، النوايا to put an end to our life، النوايا ان احنا نحط نهاية لحياتنا. برضو الإجابة خاطئة. letter D some chemicals to combat this fear، طبعا جسمنا لما بنخاف جسمنا بيفرز بعض الكيماويات علشان تحارب الفير ده، الخوف ده. question 22 بيقول لي according to the passage، يعني بالرجوع الى القطعة. some people may feel، ربما هتشعر بالA when they move into a new house، لما ينتقلوا لمنزل جديد. هل هيشعروا ب stressed بان هم مضغوطين، ولا dishonest يعني غير امين، ولا happy سعيد، ولا content. content معناها happy او معناها راضي. طبعا الاجابة الصحيحة هي letter A stressed. from the passage، من ال passage هقول find out the word that means، هنوجد الكلمة اللي معناها swelling under the skin which is a sign of illness، معناها انتفاخ او تورم تحت الجلد كعلامة من علامات المرض. طبعا هي كلمة lump اللي هي letter B. 24 why do you think that businessmen are always under stress، ليه بتعتقد ان البيزنسمن رجال الاعمال دايما تحت ضغط. because لان they are busy thinking about warning signals، هما مشغولين بالتفكير عن او بالتفكير بخصوص ال warning signals، اشارات التحذيرية. طبعا اجابة خاطئة. they export goods all over the world، يعني بيصدروا، هما قلقانين عشان بيصدروا او عندهم ضغوطات عشان بيصدروا لجميع انحاء العالم. اجابة برضو مش سليمة. see they tour the world very often، يعني هما بيتجولوا حول العالم دايما. very often يعني غالبا. طبعا إجابة خاطئة. letter D بتقول they might lose lots of money، ربما يخسروا فلوس كتيرة جدا. دي الإجابة الصحيحة letter D. 25 بتقول لي according to the passage، برضو بالرجوع إلى القطعة. stressful life is، الحياة الضاغطة هل painless، احنا اتفقنا ان less ده suffix يعني مقطع بيتحط في نهاية الكلمة علشان يعمل derivation، يعمل اشتقاق، و less بيديني عكس الكلمة. فبين يعني ألم، painless يعني بلا ألم. هل ال stressful life، الحياة المضغوطة اللي كلها ضغوطات، هل بلا ألم؟ لا طبعا.
هل painful مؤلمة؟ أكيد هي مؤلمة، يبقى دي الإجابة الصحيحة. delighted يعني سعيدة، و enjoyable يعني ممتعة. تمام. 26. What do you think would happen if we overcome stress؟ ماذا تعتقد ممكن يحصل لو احنا overcome، تغلبنا على الستريس، على الضغوطات؟ we would، هيحصل ايه؟ we would suffer from many conflicts، هنعاني من صراعات كتير. لا طبعا مش هنعاني لو تخلصنا من الضغوطات، لا. be start making debates، هنبدأ نعمل debates. debates يعني angry discussions، يعني مناقشات غاضبة. تمام. ولا hinder progress and development، هنعوق التقدم والتطور؟ طبعا لا. letter D enjoy peace of mind، هنستمتع بهدوء العقل، وطبعا ده اللي هيحصل لو if we overcome stress. بكده شباب نكون انتهينا من حل الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي. استنونا ان شاء الله فيديوهات جديدة، هنعمل مراجعة على كل انحاء المنهج. Thank you so much. See you next time.